بلاش رقم بتقوم بتصنيع أوعية دموية جديدة بالداخل، دي للأسف بتبقى فيري ويك، بيحصل منها هيموراج كتير جدا. عشان كده مريض السرطان هيجيلك عنده أنيميا ببساطة، وبتبتدي خلايا السرطان دي تدور على تغذية ما توصلهاش برضه في السنتر، فتبتدي تعمل حاجة اسمها أنيروبيك جلايكوليسيس، تحرق الجلوكوز بطريقة أنيروبيك جوه الخلية، فبرضه المريض يجيلك تشتت. لاحظوا كده إن كل الظواهر اللي بتظهر على مريض السرطان بيبقى ليها علاقة بالميتابوليزم اللي بيحصل جوه الكانسر. في نيوفاسكولاريزيشن بتبتدي هيموراج نيكروزس انسايد الكانسر، في نفس الوقت في كانسر كاشاكسيا وده بسبب الانيروبيك جلايكوليسيس اللي بيحصل جوه الكانسر. تعالوا نخرج من داخل هذه الخلية، لكن خليني بس أقول معاكم زي ما اتفقنا، خلينا نبقى عارفين عناوين الهول مارك اوف كانسر. الهول مارك اوف كانسر يعني ايه؟ يعني ما هي خصائص الكانسر؟ اتفقنا إن في حاجة اسمها نيو فاسكولاريزيشن، ده مصطلح جديد عرفناه. عرفنا إنه في مثلا اسكيب من الإميون ريسبونس، منها الكونتينوس بروليفريشن إنه مش بيتوقف عن الانقسام. هتلاقوا إنه في حاجات كتيرة مذكورة بالهول مارك أوف كانسر، ولكن زي ما بقول لكم يهمني فيها بس نبقى عارفين العناوين، ما هي خصائص الكانسر؟ يعني إيه اللي بيفرق الكانسر عن أي خلية طبيعية؟ إنها الانقسام المتكرر، مش بيحصل بس انه بيكون أوعية دموية جديدة، انه بيهرب من جهاز المناعة وهكذا. لو قارنا ما بين النورمال سيلز والنيوكليزيا او كانسر سيلز، وخدنا مقطع كده ايفن سيف في اي مكان من النورمال، يعني بنتخيل مثلا انه ممكن يكون من السكن مثلا، بنلاقي اشكال الخلية بتبقى اكزاكتلي كلها ريجولر، كلها بتشبه بعض، كلها منظمة وستراتيفايد في الخلية أو في النورمال أورجن، في حين إن في الكانسر طبعا بتبقى الريجولر بتبقى ديس بلاستيك زي ما احنا شايفين، بيبتدي شكل الخلية نفسها يتغير ويحصل زيادة في نسبة النيوكليير سايتوبلازميك ريشيو، بتخرج عن السطر وتفقد حاجة بنقدر نسميها الريجليشن، وكمان ان الخلايا بتنقسم من طبقة البيزل للتوب، لا هنا بتنقسم بأي مكان بشكل عشوائي وبتخرج عن سيطرة. لو قارنا بين البناين والمالجنان تيومر، هنلاقي ان البناين تيومر غالبا بيبقى انكابسوليتد، بيبقى حواليه كبسول، بيبقى نون انفيزيف، مش بياخدوا أي حاجة من التشنج اللي حواليه، بيبقى هايلي ديفرنشيتد، وديفرنشيتد معناها إن الخلايا اللي موجودة في البناين تيومر هي الخلايا الطبيعية، بالكتير قوي هي تجمعت في شكل كتلة، ولكن مش بيحصل فيها انقسامات متكررة، بس ممكن تنمو بشكل بطيء، وما بيبقاش فيها أي أنابليزيا، يعني شكل بياخد شكل خلايا السرطان، وطبعا عمرها ما بتعمل ميتاستاسيس. لما تجيلك في ميل بيشنت وتقول لك انا عندي فيبروما او ميوما، هو انا كده عندي كانسر؟ لا طبعا، دي حاجه بناين جدا وممكن جدا تبقى انكابسوليتد وتبقى سيرجيكلي ريسكتبل بسهوله وببساطه، بنسب قليله جدا بتحاول. لكن مالجنانت سيلز غالبا بتبقى نون انكابسوليتد، ما لهاش كبسول، بتبقى انفيسيف يعني بتتحرك للسراوندنج وبتغزو من هو حولها، فولي ديفرنشيتد يعني شكلها بيختلف تماما عن الخلية الأم، الخلية الأصلية اللي خرجت منها. طبعا ميتوزيس فيها انقسامات متكررة، بتنمو بسرعة، بلاستيك يعني بتاكل أشكال مختلفة و بتنقسم طبعا وبتتحرك إلى أماكن تانية اللي هو الميتاس. يبقى الكانسر سيلز تاني كاركترستيك اند كنترول بروليفريشن، انقسام لا محدود، انقسام غير منظم، عشوائي، لا نهائي، والجسم خلاص خرج عن سيطرة الجسم. normal nucleus شكل النواة بيبقى مختلف تماما. loss of anchorage الخلايا زي ما اتفقنا ليها حاجة اسمها contact inhibition، هي بتبقى ماسكة في بعض، ما بتتحركش من هذا النظام، لكن لو فقدت الكونتاكت انهبيشن ده هتفضل موجودة في مكانها
بتخرج عن السيطرة وبتتحرك تعمل ميتاستاسيس is organized multi-layer. وطبعا form tumor و undergo ميتاستاسيس و angiogenesis. قلنا كلمة angiogenesis يعني عملية تكوين أوعية دموية جديدة. كلمة angiogenesis دي هو ده اللي أقدر أشوفه في مقاطع الـ CT والـ MRI، إنه الـ tumor بيبقى فيه frequent hemorrhage وطبعا necrosis. lack of differentiation into specialized cell، خليها فقدت وظيفتها تماما، فاللي في جدار المعدة مش هتفرز HCl، اللي في جدار الانتستن مش هتقوم بأي عملية absorption، وأي خلية في مكانها اتحولت إلى cancer cell مش هتشتغل بأي شكل من الأشكال كوظيفة طبيعية. increase rate of anaerobic glycolysis، دي الكلمة اتفقنا عليها إنها بدأت تستهلك كمية من الجلوكوز، التغذية اللي حواليها مش مكفية فبدأت تستهلك من داخل الكلية anaerobic process، وده اللي بيؤدي بالنهاية إلى كانسر. الترمينولوجي ده مهم متكرر كتير بس عشان نبقى فاهمين يعني إيه anaplasia، يعني loss of differentiation of cell. loss of differentiation يعني عدم تمايز الخلية، الخلية ذات وظيفة محددة. الديبلويدي abnormal number of chromosomes، احنا عارفين عدد الكروموزوم ثابت، وحتى في اثناء الانقسام لازم يتم مضافة الحمض النووي علشان بعدين الخلية تاخد نفس عدد الكروموزومز بالظبط، ما عدا طبعا الاوسايت وما عدا السبرماتوسايتس. الانبلويدي يعني حتى even كمية الحمض النووي او الدي ان ايه اللي موجود في الخلية بقى عشوائي وغير منظم وغير محدد. كارسينوما يعني المالجنت نيو بلازم اللي بيخرج من الاندوديرمال او الاكتوديرمال في اثناء تكوين الامبريولوجي في المراحل الاولى للجنين. كلنا كنا عباره عن اندوديرم اكتوديرم ميزوديرم، يعني اللاير الانسايد واللير الاوتسايد واللير الان بتوين الميزوديرم. الثري لايرز دول هم اللي كونوا كل حاجه في جسمنا. تعالى نتخيل ان الاندوديرم هو ده اللي عمل مثلا الجي اي تي وكل الميكوزا انسايد، الاكتوديرم هو اللي عمل السكن تمام، والميزوديرم هو اللي عمل الكونكتيف تيشو والماسلز وطبقه كل الكونكتيف تيشو. يبقى اي حاجه هتخرج من الاندوديرم الطبقة مبطنة للداخل احنا نسميها كارسينوما، اي حاجة تخرج من الاكتوديرم او الاندوديرم بنسميها كارسينوما، اي حاجة تخرج من الميزوديرم طبقة الكونكتيف تيشو الانسايد بنسميها ساركوما. تمام، عشان بعد كده هيقول مثلا اوستيوساركوما كوندروساركوما. السيستميك اونكولوجي هتسمعوا المصطلحات دي، اي حاجة هتبقى من مصر مايوما، لكن كارسينوما كارسينوما هو المصطلح المطلق على اي حاجه جت من اكتوديرمال او اندوديرمال اورجن، وهنمشي معاها التبعيه دي. ديسبلاسيا يعني ابنورمال تيشو ديفلوبمنت. الديسبلاسيا دي المرحله اللي بتسبق حدوث السرطان، خلايا تبتدي تتلخبط، شكلها يبتدي يتغير وتفقد اتجاه الانقسام بتاعها، بدل ما بتخرج للسطح تبتدي تنقسم وتتحرك للخلايا اللي جنبها. فالديسبليزيا هي مرحلة ممكن تتحول لكانسر وممكن تقف وما تتحولش، الديسبليزيا هي أحد المرحلة. هايبربليزيا يعني increase number of cells، هايبرتروفي يعني increase size of the tissue. الميتاستاسيس يعني growth of cell distant site. metastasis يعني المرض انتشر إلى ما هو خارج، حول تحرك للعظم تحرك للليفر. وفهمنا إيه الميكانيزم بتاع loss of contact inhibition، خلية بعد ما كانت محكومة بوجود مجموعة خلايا بجوارها فقدت هذا الاتصال وخلاص خرجت منك. تمام، بالنهاية كل ده أدى إلى حدوث النيوكليز.
اللي هو autonomous tissue growth، انقسام غير محكم للخلايا. بابيلوما بنايم بكتيريال تيومر هبقى متفق عليها وهنشوفها في السيستم. الساركوما اي مالجنت نيوبلازم بيجي من كونكتيف تيشو اوريجين، وزي ما اتفقنا دي الطبقه اللي كانت الحشوه ما بين الاكتوديرم والاندوديرم اللي كنا بنسميها طبقه الميزوديرم. اي حاجه بتخرج من الميزوديرم بنسميها ساركوما. الميزوديرم هو يا جماعه كل النسيج الضم، يعني هو اللي بيكون البون، هو الكارتليج، هو الفات، تمام، هو كل الكونكتيف تيشو، التندونز، كل ما هو داعم للخلايا اللي حواليه. فكلمه ساركوما يعني مالجنت نيوبلازم مان كونكتيف تيشو اوريجين، وبيبقى ليها خصائص تختلف كتير عن الكارسينوما. لو تصورنا هنا دي مقارنة ما بين البناين والمالجنت تيومرز، دلوقتي بقى سهل علينا نقدر نميز البناين من المالجنت، على اعتبار انه البناين زي ما اتفقنا البناين بيحصل فيه انقسام محكم كل مدة زمنية معينة، بيحصل ان الخلية ليها عمر محدد، الجسم بيقدر يتحكم في مدة هذا العمر، وبعد وقت بيقول لها to go for apoptosis أو programmed cell death علشان في خلية جديدة هتبقى موجودة. الخلايا بتنقسم زي ما اتفقنا بشكل محكم، بتخرج in hierarchy أو يعني بتخرج من البيزل layer للتوب، كلها بتحمل نفس الشكل ونفس الخصائص وديفرنشيتد ليها وظائف، في حين إن الكانسر سيل بتنقسم بشكل عشوائي غير منتظم، أشكالها بتبتدي تتغير عن بعضها، حتى بيبقى عندها loss of contact inhibition، بتبدأ تعمل metastasis و angiogenesis أو new vascularization. كلمة hypertrophy يعني كلمة زيادة في حجم السل، كلمة hyperplasia يعني زيادة في the number of the cells، تمام. كلمة dysplasia يعني التغيرات البدائية تماما اللي ممكن جدا تؤدي في النهاية إلى حدوث كانسر، ممكن قد لا تؤدي إلى حدوث كانسر. يعني يدوب شكل الخلايا بدأ يتغير، يدوب بدأ يحصل فيها شوية انقسامات، ولكن شكلها العام كأنها نورمال. الديسبليزيا هي مرحلة بتسبق الكارسينوجينيسيس. هقول لكم نموذج أو مثال. لاحظنا مثلا انه البيشنت اللي بيبقوا الكوليك، لو خدنا منه عينه من الاسوفيجس او خدنا عينه من الجاف الكيكوسا والاسوفيجس اكبر طبعا، بنلاقي فعلا المرحله اللي بتسبق حدوث السرطان شكل الخلايا بدا يتلخبط. لو خدنا عنده مثلا حاجه زي الاتش بايلوري فيروس بتصوم في المعده، قعدت مده طويله جدا مش بتتعالج، ممكن ناخد عينة من الجاستريك ميكوزا ونلاقي إن فيه ديسبليزيا أو تغير في شكل الخلية. طبعا ممكن يحصل جاستريك تيومر أو كانسر وممكن ما يحصلش، والجاستريك كانسر اللي بيحصل بيه ال اتش بايلوري بيبقى ليه تريتمنت بسيط يعني من البداية. فخلينا نبقى متخيلين إن الديسبليزيا يعني هي مرحلة تغير الخلايا من قبل ما يحصل الكانسر.